ولتسليط الضوء على الواقع التعليمي في العراق وتداعيات سيطرة الأحزاب السياسية على الجامعات الحكومية والأهلية وافتقار العراق لآلاف البنايات المدرسية الحديثة رغم تخصيص ميزانية مالية طائلة لهذا القطاع، ينضم إلينا عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي السابق والأكاديمي الدكتور فاروق فتيان الراوي. حياكم الله دكتور فاروق. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. حياكم الله دكتور فاروق. بداية، هل ثمة حاجة فعلية لما يسمى بالجامعات الأهلية التي تعد واحدة من منافذ غسيل الأموال المنهوبة من المال العام، وما الذي ستضيفه للواقع التعليمي في العراق برأيك؟ الحقيقة التعليم العالي ولغاية عام 2003 كانت هناك ضوابط شديدة وقوانين ملزمة لكل الجامعات العراقية الحكومية قبل أن تكون الأهلية، يعني كانت الضوابط والقوانين المطبقة على هذا القطاع، قطاع التعليم العالي، شديدة لكي تحافظ على رصانة هذه الجامعات. للأسف بعد 2003 ما يواجه التعليم العالي، تواجه التربية، تواجه الزراعة، الصناعة، كافة الأمور الأخرى. فالتعليم العالي مع شديد الأسف وخاصة في السنوات الأخيرة أصاب نوع من التدهور في المستويات، الجامعات متدنية، الربح المادي أصبح هو الأساس، تسجيل جامعات غير رصينة، جامعات غير معترف بها دوليا، ولذلك ما تخرج آلاف الخريجين من أجل الحصول على المادة، وليس هناك ضوابط للتعليم وللممارسة المهنة بشكل كامل، هذا مع شديد الأسف. يعني ما هو السبب الذي أدى لعدم رصانة هذه الجامعات؟ في أي مجتمع كما نعلم، في أي دولة محترمة، هناك جامعات لربما حكومية وجامعات خاصة، يعني تقدم المعلومة للطالب وتخرجه على نحو لربما تستفيد الدولة منه، لكن ما الذي حدث في العراق؟ للأسف ما حصل بالعراق هو بالأساس كان الهدف تدمير العراق، وعندما نقول تدمير العراق أول مسألة أساسية لا يتم بناء عندما نبني بأي بناية الآن يجب أن نضع أسس سليمة لكي نبني عليها. صحيح. البناء سواء الطابق الأول أو الثاني، وهكذا التعليم، عندما تحطم التربية بالتعليم الابتدائي بالتأكيد هذا ينعكس الآن مرور 21 عام على الاحتلال، 21 عام تم تدمير التعليم الابتدائي ثم الثانوي ثم الجامعي، ولذلك في بداية الاحتلال تم تسريح آلاف المدرسين والمعلمين وأساتذة الجامعة، وتم اختيار خيرة علماء العراق وخاصة المتخصصين في الفيزياء والكيمياء والهندسة والطب، لذلك هاجر الكثير من العلماء والأساتذة إلى خارج. الآن في كثير من الجامعات في دول الخليج، في الأردن، في إنجلترا، في أمريكا، أساتذة عراقيين وناجحين ويمارسون المهنة بمستوى عالي كما كان يمارسوا بالعراق، لكن بعد 2003 أصبح الفساد يعم البلد، فمن جملة ما شمل الفساد في المجتمع شمل التعليم العالي كقطاع، وعندما نحطم التعليم معناته نحطم كل شيء في المجتمع وفي البلد. نعم، برأيك من الذي يتحمل المسؤولية الأكبر؟ هل هي لربما الجهات الحكومية أم هؤلاء التجار في الجامعات أم هم الطلبة بطبيعة الحال أم من؟ الحقيقة اللي يتحمل الوزر الأكبر هي الولايات المتحدة الأمريكية التي غزت العراق واتخذت قرارات كثيرة كانت هي لتدمير العراق، ومن ثم الأحزاب السياسية والحكومات اللي توالت على حكم العراق والتي لم تكن مؤهلة ولم تكن
تحمل مستوى تعليمي عالي، ولذلك عم الفساد في البلد. وبالتأكيد الربح والتجار استغلوا هذه المسألة مثل ما استغلوا في حقول أخرى، استغلوا التجارة في التعليم وفي الجامعات، ولذلك أصبح التعليم مهنة تجارية أكثر من ما هي مهنة علمية مع الشديد الأسف. هل لاحظت يعني منذ سنوات قليلة أخيرة وحتى الآن، هل لاحظت أي تعاطي إيجابي من قبل وزارة التربية والتعليم بالحكومات المتعاقبة؟ هل لاحظت أي تعاطي إيجابي لحل هذه المسائل، أم أنها تتعامل معها وكأنها ليست موجودة؟ رسميا لا يوجد أي شيء إيجابي، ولكن على المستوى التعليمي الحقيقة أنا رغم أنه الآن خارج التعليم وخارج، ولكن بنفس الوقت أنا نائب الأمين العام للمنتدى العراقي للنخب والكفاءات، ولدينا أعضاء في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات عدد كبير من الأساتذة الجامعيين الذين يعملون في الجامعات العراقية. الشيء الجيد والإيجابي أنه لا زال هناك عدد كبير من الأساتذة والأكاديميين والطلبة الساعين فعلاً نحو التعليم ونحو صناعة تعليم عالي جيد، نحو العمل سواء كان يعني على سبيل المثال في جامعة الأنبار، في جامعة صلاح الدين، في جامعة البصرة، في جامعة بغداد، هناك أقسام علمية تعمل بمستوى الأساتذة الموجودين. عندما يتوفر عميد جيد أو رئيس جامعة جيدة وأساتذة جيدين بالتأكيد يكون تكون النتيجة إيجابية، ولكن على مستوى الحكومي للأسف لا، لم نشهد. ولذلك الصراع على المنصب الوزير تراه ما بين الأحزاب، سواء وزير التربية أو وزير التعليم، ينتقل من جهة سياسية إلى جهة سياسية أخرى، ليس من أجل إصلاح التعليم أو من أجل مصلحة التعليم، وإنما من أجل تحقيق مصلحة الحزب أو الطائفة أو التيار السياسي اللي يمثل هذا الوزير. طيب، هذه المعطيات جميعها التي تحدثت عنها والتي تفضلت بها، كيف أثرت على صورة العراق بالخارج في بالدول؟ كما نعلم كانت سمعة الخريج، سمعة الجامعات العراقية وأيضا سمعة الخريج العراقي بأنه على مستوى عال من الثقافة والتعليم، ولربما حظوظه في التوظيف وفي يعني بأي عملية كانت حظوظه كبيرة، لكن كيف انعكست هذه الأوضاع اليوم على سمعة الجامعات والخريجين العراقيين؟ بالتأكيد انعكست سلبا على الخريجين وعلى الشهادات العراقية. في السابق كانت الجامعات العراقية جامعات رصينة، وكنا عندما يعني أنا عملت في التعليم العالي في السبعينيات، في منتصف السبعينيات كانت البعثات اللي طلبت البعثات العراقية في جميع الاختصاصات عندما يذهبون إلى الولايات المتحدة أو إلى إنجلترا أو إلى فرنسا لا يحتاجون إلى تعادل شهاداتهم، مجرد التصديق عليها من وزارة التعليم ومن الخارجية ومن القنصلية الموجودة في البلد اللي يذهبون للدراسة يقبل في الجامعة ويقبل بالدراسة. الآن لا، يجب أن يعادل الشهادة، والشهادة أغلب الجامعات وأغلب الدول لا تعترف بشهادة الجامعات العراقية خاصة ما بعد 2010. يعني ربما 2006 2007 2008 لا زالت بعض الجامعات تستخدم أسس وقوانين كانت سائر عليها في الفترة السابقة، لكن بعد هذا التاريخ أعتقد أنه الجامعات العراقية انتكست. هل هناك بعض الاستثناءات من بعض الجامعات لربما التي ذكرتها، جامعة الأنبار وغيرها، هل هناك بعض الاستثناءات من هذا التعاطي في الغرب مع الخريجين؟ أنا الحقيقة ما عندي أشياء مادية ملموسة، ولكن أرى أنه الكثير من الأساتذة يبذلون جهد في مثلا في أربيل في السليمانية، هناك عدد من في دهوك على سبيل المثال
نرى مؤتمرات علمية من خلال موقعي كنائب أمين عام للمنتدى العراقي للنخب والكفاءات، يشارك عدد من أعضاء المنتدى في كثير. جامعة الموصل الآن جامعة الموصل خلال السنوات الثلاث الماضية عملت شيء الكثير من أجل إعادة التعليم إلى المستوى التعليمي اللي، وخاصة الكليات العلمية، كلية الطب، كلية الصيدلة، كلية الهندسة. هناك عمل جاد لإعادة المستوى العلمي بالتأكيد بوجود بعض الأساتذة، ليس ببذل جهود شخصية وجهود، يعني لابد أن هناك عدد كبير من المخلصين من المواطنين اللي يشعرون أن انتمائهم لهذا البلد هو انتماء مصيري. ولكن على صعيد الرسمي للأسف لم أشهد لحد هذه اللحظة أي بادرة لمثل هذا الشيء. نعم. يعني نرى المهرجانات الفنية والأكثر من المنتديات العلمية والندوات العلمية والمؤتمرات العلمية والعمل على سحب الكفاءات، إعادة الكفاءات العلمية الموجودة بالخارج. آلاف العراقيين الآن الموجودين خارج العراق لو شعروا أنه فعلا هناك عمل أساسي وتوجه إيجابي من قبل الدولة بالتأكيد لعادوا إلى العراق، ولكن لم نرى هذا الشيء. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي السابق والأكاديمي الدكتور فاروق فتيان الراوي. أشكرك جزيل الشكر دكتور فاروق.